إننا في الحكومة ماضون نحو التنمية. لبناء هذا الوطن وازدهار اقتصاده. وفي غضون أشهر قليلة سيتم افتتاح عدة مشاريع اقتصادية وتنموية. وسنعمل على القضاء على البطالة بشكل نهائي. وتخفيض الفائدة بنسبة 40%. وينو المفتاح الزفت؟ وين رايحة؟ حاج هنم، هاي محل في الدنيا محدش يعرف فيه اني مرتك. ايوه انت بدك تجننينا في قصة ميسون، كنا لك مسكنا ايدها مرة واعتذرنا، خلاص مسكت ايد مشيها. يا ريت يا اخوي اجت على قصة ميسون، يا ريت. ولك يا ريتك ضليتك داشر وهامل هيك. اوه طلعت بسيطة ميسون. شو في مالي؟ مالي شو في؟ من بين كل الحضور اللي في القاعة انت الوحيد اللي ما زقفتش. ليش؟ ليكون كلام الوزير مش عاجبك، ولا بلكن الوزير بحاله مش عاجبك، ولا ليكون توجه الحكومة مش عاجبك. إلا على بالك، إلا على أبوها أهلي. بتجيب لي صوت الحكومة، شو توجه الحكومة بتخبص يعني؟ مالي ومال الحكومة أنا؟ شو مالك؟ شو في؟ خير إن شاء الله. شو وين ما زكفتش؟ يا زلمة انبث على التلفزيون الرسمي، العالم كلها شافته، والكاميرا أجت زوم إن على ايديك اللي زي خف الجمل وانت مكتفهم ومبلل. وانا ساعه وانا زكف، وين ما زكفت؟ مش وين؟ اشوف وين وين؟ شو عمالك بتقول؟ كنت بدك تعمل معارضه. شو بتتهبل يا بنت الحلال؟ معارضه ما معارضه؟ عارضه اللي خطك فيها العالم. عارضه ايش بدك هالكذبة تجيبي سيرة الحكومة؟ انا بدي اورجيك، انا بدي اورجيك، تفضل. جيبي سيرة الحكومة. تفضل. هي بس يفتح. هيني قاعد صح؟ ما زكفتش على كلمة البطالة، ما زكفتش. ليش؟ كلهم زكفوا إلا أنت يا بنت الحلال. أقسم بالله العظيم فكرته بده يكمل، أقسم بالله فكرت الوزير بده يكمل، عشان هيك قلت بلاش القاطع وعيب عيب. اقطع اليوم اللي شفتك فيه يا بايخ. اسمع من هلا بحكي لك، إياك ثم إياك بأي تحقيق تجيب سيرتي تحكي لهم إنه إحنا تنين سبريتد إلنا 20 سنة. أنا وتحقيق تتركيني شغل محنة بشرف أمك يا شيخة. أنا وتحقيق شو بتتهبلي قاعدة؟ ولك ما هي مش محنة، هي مش محنة، هذه حياة أو موت. اسمع انا لساتنا صغيره وانت حياتك انتهت من اللحظه اللي سرحت وما زكفتش فيها. طب دخيل لك 20 ليره لكفتير يا السجن، 20 ليره ما عيش ولا ليره بدي اسلك حالي. الصليب الاحمر بدير باله عليك. انا مو صليب احمر، انا مو صليب احمر، انا مو صليب احمر. انت عيب. انا مو صليب احمر، هذا اذا عرف الصليب الاحمر وين انا. لا تتركوا الحمار وحيدا، مش حدا في الدار، مش حدا في الدار. الو يا اسمعي، هذا جارك المسقع قاعد على الشباك، خمس دقائق وانزلي. بعطيك فلاشر بس تنزلي. يلا ماشي سلام. الو اجوني، سياره مجلتني اسود، اجوني. سوي حاله بتطلعش علي. فيها كاميرا، فيها كاميرا المزهرية الفابتو بس شو عرفني شو اسمها. في حدا في الدار يا شباب؟ في حدا في الدار؟ شايفة؟ في حدا في الدار؟ مالك يا زلمة عينك زي الضفادع، في شيء؟ احكي في شيء، مالك تطلع زي الضفدع شغالك؟ في شيء؟ سلامتك شو في؟ تحكي لي سلامتك، انت اللي سلامتك، انت اللي بتطلع، انا ما طلعتش. الناس بتطلع في الوزراء يا زلمه، شو مالك انت؟ هيك بتطلع في شيء احكي لنا يا عمي، اذا في شيء مشان النبي احكي لنا وخلصنا. والله ما في شيء، مالك يا زلمه؟ شو في؟ وين ابو السعيد؟ ابو سعيد حبيبي بعد خطاب الوزير، الكل بيقول لك موت سريري. كنا كندره، كنا كندره، معناته ما زقفش يا زلمه. حتى الدكاتره في المستشفى حكوا سكته قلبيه. واللي بموتوا بيحكوا عنهم سكته قلبيه. في شيء؟ شو قصتك انت؟ في شيء؟ ما في شيء. شو في شيء يا زلمه؟
في انت عندك شيء؟ انا ما في شيء، انت اللي بتطلع على علي. انا قلت في شيء، اذا في شيء بنحكي لبعض، انه يعني ما بنضل احنا يعني مع بعض دائما في شو اسمه قاعدين، واذا في احكي لنا اذا في مالك اذا متهربت يعني. لا لا يعني. مش متهربه، بقول لك اذا في شيء احكي لي. انت مش شايف وجهها، ما متوتر، انت متوتر. لا بالعكس، انا ما فيش اي شيء، بالعكس ما فيش اي شيء. حاسك من الصبح منطوي يعني. منطوي؟ شايف متوتر. اكيد في شيء. انت طلعت ولا في شيء قوم اشوف. يا زلمه مالك؟ امانه الله ما عندك شيء تحت الطاوله يا زلمه. طول روحك، خربت الدنيا يا زلمه. في شيء يا رجل؟ هيو يا عمي في شيء. يلا في الحكومه موضوعنا نحو التنميه لبناء هذا الوطن. بكره يا شباب، بكره يا شباب عسل. الله عليك يا بلبل، الله عليك يا بلبل. بكره يا شباب والقضاء على البطاله. عسل يا بلبل عسل، الله عليك يا بلبل. بنسبة 40%. شباب عسل يا بلبل، عسل عسل يا بلبل أبيل، والله عسل. ليش في مالك؟ وين برا؟ بدي احضر انا. ما شو ما شو مالك علينا؟ ما انا بذكر. شو في؟ ايه انت ترفع البتر مخللتك، تشوف حالك علي. باجي باجي خلص، مش رافع امي ناجي. طيب ماشي ماشي، انا ما بطلع لحالي. طيب يا زلمة ليش بضلك تخرب على الخطاب؟ دفن ليش؟ يا رجل انت مين بعدك؟ على الفاضي وعلى المليان بضلك تزقف؟ حدا طلب منك تزقف؟ يا اخي تزقف بس مشان الله لا تزقف. يا عمي بطلنا عارفين شو نعمل، اذا زقفنا مش معجبكم، واذا ما زقفناش مش معجبكم، ايه؟ شو نسوي يا زلمه؟ انت مين سألك تزقف ولا ما تزقفش؟ بدناش اياك تزقف، مش عارف. انا عارف انتوا زعلتوا عشان الاسبوع الماضي ما زقفتش، انا مش عارف، انا عارف. الاسبوع الماضي؟ شو مال الاسبوع الماضي؟ الاسبوع الماضي شو ناسي؟ على خلاص انا المره الجاي بدي اقص ايدي ثنتين عشان لا زقف ولا ما زقفش، هيك انا برتاح وانتم بترتاحوا. ايه يا زلمه مشان الله يا جماعه الخير، هذا زلمه خالص. إيه؟ خلص حبيبي روح روح. انا خالص؟ اه ابو العبد موت سريري. ابو العبد سكت قلبيه. مين ابو العبد؟ ابو العبد اللي موت سريري. شو مالك انت بتضل لك عينك تكبس فيها؟ ليش بس انت عارف انت من جماعه موت السريري، من مش عارفك يا جماعه الخير. هذا اهبل مشان الله روحوه. خلص حبيبي قوم روح. اهبل ولا انت بتستهبل علي قاعد؟ خلص روح روح. والله ماني مروح، اقسم بالله وشرف امي ماني مروح، الا ضل هنا بدي اخلص انا. ليش تروح؟ بديش اروح، بدي اضل هنا بدي اخلص. طيب حبيبي خلص بلاش يروح. ابو العبد شباب خلص معلش خلص حبيبي. الاسبوع الماضي خلص خلص بحكي لك ابو العبد. خلص خلص انا بروح. العبد خلي خلي قاعد، خلي بسم الله عليك، خلي قاعد انا مروح. طيب طيب خلي ماشي ماشي خلي. انا مش عارفكم، انا عارفكم واحد واحد، ما عارف شو راح تسوي. قال بده يروح، جيب الابره عشان اصبح موت سريري. قال سكت قلبيه. لا من مره اسويها شلل نصفي.